الجزء الآخر من محاضرتنا مثل ما وصلنا قبل دقائق إلى chemical reactions. In the case of the chemical reaction or cellular metabolism اللي هي أيضا الحلوي أو أيضا الغذائي أو حسب المصطلح مالتها, according within the system, she will, you must also take into account in your mass balance, أنه أنت بمعادلات التفاعلات أو التفاعلات الكيميائية أو الأيض, إحنا شنو عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة الماس بالانس. أو بعد شنو عندنا مشكلة ثانية؟ عندنا the reaction stoichiometry. شنو الاستوشيومتري؟ هسه راح يتوضح بالمثال القادم أنه شنو هذا المصطلح شي يمثل لي. As given by your balanced chemical reactions or chemical equations for those substances that are involved in the chemical reaction, يعني إلى المواد اللي تتفاعل أو تدخل بالتفاعل. In addition, it is important to remember that for the biological reactions there can be an increasing in the number of cells, and your balanced chemical reaction must also consider the formation of the biomass from the substances that take part in the reaction. طبعا هاي هنا أنا مجرد انه يوضح لي انه احنا حتى بتفاعلات البايوماس هم لازم ناخذ المعادله او البالانس, يعني شلون نقول موازنه المعادله بنظر الاعتبار. As shown in the following example, طبعا هذا المثال القادم راح يوضح لي العمليه هو شنو اللي نريد نوصله. طبعا المثال considers the anaerobic considering the anaerobic fermentations of the glucose to ethanol by yeast. هنا أنا طبعا هاي المصطلحات احنا بالمعادلات ممكن نختصرها بأي وبي وسي ودي, بس هنا أنا لازم يبينها. فهو ايش كاتب لي؟ كاتب لي الجلوكوز, هذا المصطلح مالته اللي C6H12O6 is converted into yeast ethanol C2H5OH and the byproducts, المواد الغير مرغوبة مثل الجليسرول اللي هو C3H8O3 carbon dioxide and water. يعني عندي عدة نواتج. An empirical chemical formula, المعادلة الكيميائية من طينها for the yeast can be taken as CH 1.74 N 0.2 and 0.45. assuming الأمونيا is the nitrogen source, مصدر النيتروجين هو مصدر الأمونيا, we can write the following empirical equation or chemical equation to describe the formation. منطيني هاي المعادلة, المعادلة أمامكم. تذكرون المصطلح اللي قبل شوي أخذناه الاستوشيومتري؟ الاستوشيومتري هو يمثل الرقم اللي امام العنصر او المركب. فهنا الرقم اللي امامنا هو الواحد, اوكي, بينما البقيه اي بي سي دي اي والاف, هذول مجاهيل ما نعرفهم. هاي احنا راح نطلعهم الاستوشيومتري. يعني هو ايش يقول؟ يقول لازم انت توازنها للمعادله. مثلا هنا اذا اخلي, مثلا اذا اخلي اثنين لازم هنا النيتروجين يكون متوازن بالجهتين منا ومن هنا. اذا تذكروا هذا الحكي, suppose we found that 0.12 moles of glycerol were formed for each mole of ethanol production or produced, and 0.08 moles of water were formed for each mole of glycerol. طبعا هاي اكو علاقات راح نربط بيناتهم. هذا الكلام بده يعطيني انه هل قد يتكون ويا هل قد, هل قد يتكون ويا هل قد. Determine the stoichiometry coefficient which is later A B C D E F in front of the chemical formula in the above equation. Remember that the stoichiometric coefficient need to determine so that the total number of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen atoms are same on each side of the equation. يعني معناها انه لازم نوازن العناصر مالتنا بكل السايدين, ككربون كنيتروجين كهيدروجين كاكسجين بكل الطرفين, وكذلك الكربون اول واحد اسف ذكرنا الكربون. بالبداية البالانس of the above equation by inspect of the easy thing to do. Hence, we use the more formula approach, the outline
below where we write the balance in each element, الكربون, الهيدروجين, الأكسجين, and the nitrogen. لو راح نجي على واحد واحد شو راح نوازنهم. فلو نتفرج هنا الكربون هنا شقد أدي عندي ستة. فستة كربون. الأمونيا بيها كربون؟ لا ما بيها. إذا صفر أي. هنا أكو كربون أي أكو أكو بي يعني واحد مضروب في بي. يعني ايش قد الكربون يحتوي في الاستوتشيومتري مالته راح نوضحها بهذا المثال. هنا ايش قد الكربون؟ 2 في السي، 3 في الدي زائدا 3 في الدي زائدا 1 في الاي زائدا 0 في الاف. لو نجي على هذه المعادله ننزل نقراها، بي زائد 2 سي زائد 3 دي زائدا اي، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 6 اللي هي بالطرف الاول. زين راح نجي على المعادله بصيغه ثانيه. الهيدروجين هنا ايش قد عندي؟ الهيدروجين عندي 12. هنا ايش قد عندي هيدروجين؟ عندي 3 اي، يعني 12 بلس 3 اي، 3 في اي شنو اكوال؟ اكوال 1.74 تايمز بي بلس 5.1. هذا واحد، هذا الاو اتش ويا الهيتش، شو يصير الهيتش ويا الهيتش؟ يصير 6، يصير 6 سي او 6C بلس 8D. هنا أنا اكو هيدروجين؟ لا ماكو. بلس 2F. لو نباوح على هالمعادلة 1.74B بلس 6C بلس 8D بلس 2F اكوال 12 بلس 3A. بنفس الوقت ادي الحد الثالث الاكسجين 6 بلس 0 اكوال 0.45B بلس O C يعني 1 C plus 3 D plus 2 E plus 1 F. هذه هي هاي معادلة رقم 3. وش منطيني معادلات اللي هاي 0.2 وال 0.08 والهاي البقية؟ النيتروجين، النيتروجين هنا داخل A، شو يساوي النيتروجين؟ 0.2. ال A equal 0.2، بعد ما عندي نيتروجين بأي مكان، فهاي المعادلة جدا راح تسهل لي الأمور. فال 0.2 مضروب في البي شو يساوي لي؟ يساوي لي الاي. والمصطلح هذا طانيهم انه 0.18 مولز اوف جليسرول وير فورمد فور ايتش مول اوف ايثانول. ايش ده يقول لي؟ انه كل 0.12 من السي هو شو يساوي لي؟ يساوي لي الدي الايثانول. وبنفس الوقت منطيني المصطلح الاخر يقول لي 0.08 مول اوف ووتر وير فورمد فور ايتش مول اوف جليسرول، يعني كل واحد مول اللي هو الاف من المي شو يساوي لي؟ 0.08 من الدي. هاي الست معادلات. اوكي ليش ستة؟ لان عندي ست متغيرات، لو نحسبهم اي وبي وسي ودي واي واف، ست متغيرات احتاج ست معادلات. من هذين المعادلات الاخيرات الثلاثة عندي مثلا الاي اطلع بدلالة البي او البي بدلالة الاي، وهنا مثلا الدي بدلالة السي، وهنا عندي الدي بدلالة الاف مثلا. هذول كلهم راح اعوض واحد واحد وارجع للثلاث معادلات الاولى اللي هي 1 2 3 اعوض بهم. عندي هاي طريقة التعويض، وعندي طريقة ثانية اللي هي الكتاب متبعها طريقة المصفوفات، وطبعا هاي جدا بسيطة. المصفوفة هنا this relationship of the of each element can be arranged into the matrix from as following. We see the solution of the A, B, C, D and F involves the solution of the six algebraic equation for these six unknowns. فهنا أنا مجرد مرتبهم. المعادلة الأولى الـ A عندي صفر، بها واحد، B 2، C 3، D. هاي طبعا هنا أنا هو مسمي إياهم المتغيرات كلهم، وهنا أنا النواتج. أوكي حل المعادلات وصل إلى A و B و C و D و E و F. طبعا إذا تريدون تحلوها أنتوا يدويا يعني بس مجرد شفتها جدا بسيط أنه تجدون هاي النواتج. طبعا حتى لو تقريبية، ليش؟ أنه أنتوا مرات مثلا رقم في رقم ضربوه بالحاسبة تعرفون مثلا أنه الرقم راح يطلع لنا في 10 أو 12 رقم، أنتوا بالنقل أو بالتبسيط مثلا تكتبوها مثلا 0.008001، أنتوا شو راح تكتبوها 0.008؟ تراكم هذا الرقم ويا رقم ثاني ويا رقم ثالث ممكن راح يغير لنا شوية بالبوينتات، بس المهم هي تطلع بهذا الرينج اللي أمامكم. طبعا من تطلع لنا هاي مجرد نرجعها بمكاناتها بالمعادلة، فصير C6H12O6 الرقم الأول الـ A.048،
الرقم الثاني الناتج اللي هو 0.239 وهكذا الى الرقم الثالث والرابع والخامس والسادس. احنا انا راح اجي الى نهاية هذا الجزء من المحاضرة ونلتقي بالجزء الاخر ان شاء الله.